أميغوس، أنا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم هو روتيني صباحي. أول شيء أبلش به صباحي أنه أول ما بصحى على طول الموبايل، مين مثلي يحط لنا هذا الإيموجي خليني أعرف الناس اللي زيي. وإيه إذا بعدكم مو متابعيني على الإنستغرام روحوا تابعوني على الإنستغرام. بس أخلص هيك الجولة التجسسية تبعي على الموبايل بروح على طول افتح الستائر. أكتر شي هيك بحسسني بالحياة هو الضوء النهار. بحب هيك على الصبح أستنشق هيك هواء فريش، بتأمل الأطفال اللي يلعبوا تحت وبتمنى أني أنا أروح ألعب معهم. أحيانا هيك شغلات بسيطة تبلش فيها يومك بتحسك كتير بطاقة إيجابية. بعدها أروح أرتب سريري لأنه دايما هيك النظام بيخليني ننجز أشياء أكتر في اليوم، فدايما الشغلات هيك البسيطة اللي نسويها بيومنا بتخلينا ننجز أكتر بدون أصلا إحنا ما نحس على حالنا. بعدها أروح للحمام وأسوي روتيني اليومي للعناية بالبشرة. إذا بدكم اكتبوا لي تحت في التعليقات بصور لكم فيديو عن هذا الموضوع. وما بعرف ليه جايز إنه ما يحلالي أبدا الغناء إلا بالحمام لما بكون عم فرش أسناني. بعد هيك ما حسيت حالي كتير فريش بروح بجهز قهوتي وبجهز فطوري أنا والبنات. الشيء الوحيد اللي ممكن أبدا ما بستغنى عليه هيك في بداية الصباح هي القهوة. كتبولي أنتوا تحت في تعليقات شو هو أكتر شيء ما تقدروا تستغنوا عليه هيك في روتينكم الصباح. أنا بالتأكيد القهوة لأنها عشقي الأبدي. وزي ما بعطي أهمية لبطني فإني أكيد بعطي أهمية لعقلي، وبسعى دايما أنه أنا أثقف حالي عن طريق قراءة الكتب. وبصراحة أكثر شيء يخلي شخصية الإنسان قوية أكثر وواثقة من حالها أكثر هي الكتب. بنصحكم تخلوا هذا الشيء عادة من روتينكم اليومي. ولذكركم جايز إذا أنتوا أول مرة بتحضروني فلا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة بالضغط على زر السبسكرايب الأحمر، كمان فعلوا الجرس مشان ما يفوتكم ولا شيء في القناة. وبالمرة يا بيبي لا تنسوا اللايك، فجروا زر اللايكات مشان صوركم فيديوهات أكتر من هالنوع. anyway بيبي بعد ما بخلص نص ساعة قراءة بروح للبلانر تبعي وبشوف شو هي الجرائم اللي أنا لازم أسويها باليوم. قصدي أكيد التودو ليست تبعي في اليوم. أشتغل شوي على اللابتوب تبعي، I check my emails. بعد ما أخلص كل الشغل اللي علي بروح أسوي ميك اب وعم جهز حالي مشان أطلع برا. وبكون مجهزة ومعلقة تياب الطلعة تبعي قبل بليلة مشان أكون جاهزة تحسبا إذا أنا تأخرت. حاولوا دايما انكم تصنعوا عادات مميزة في الروتين الصباحي تبعكم لانه هالشي رح يخدمكم كتير في المستقبل، لانه الصباح هو اول شي نبلش به يومنا لازم نكون كتير معتنين به عشان يعطينا الدفعة والطاقة الايجابية انه احنا نسوي شغلات اكتر وانه احنا نشتغل اكتر واكتر على حالنا. وبس هيك تقريبا بكون جاهزة للجامعة وكل حماس ونشاط اني انا بنجز بيومي. وبس جايز هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وهلا بقلكم ديروا بالكم حالكم احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمانيا بيبي، سلامات يا هاب، سلامة. I love you frogs.